سادة بخير هاني اذا متابعي قناه شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجه بحر كما قلنا متابعي قناه شوف تيفي هاد الناس اللي كتشوفوا هنايا محرومين من الاجر ديالهم لمده 3 شهور ما تخلصوا هادو كاملين بحاره ومستخدمين ديال شركه خاصه بالبواخر هنا في مدينه طنجه وهذه الشركه هذه شركه فرنسيه خليكم معنا نسمعوا من عند هاد المستخدمين اللي هنايا وشنو السبب باش تحرموا من الاجور ديالهم المده ديال 3 شهور خليكم معنا السلام عليكم دونك مولاي الغازي نبيل عميد باخره بشركه انترشيبين هاد الناس هادو هما بحاره ومستخدمي شركه انترشيبين هاد الناس 3 شهور ما توصلوش بالاجره نتاعهم اليوم جاوا يستفسروا على مآل هاد لي صالير نتاعهم حق ما كاين حتى شي واحد في الشركه حتى واحد ما عطاهم شي سوليسيون حتى واحد ما هضر معاهم حتى واحد ما دونك كل شيء غايب دونك حنا وصلنا لواحد واحد يعني واحد الوضعيه بلا ما نقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الناس عندها التزامات مع الابناك هذه 3 شهور ناس عندها التزامات مع المدارس الخصوصيه هذه 3 شهور ناس عندها التزامات الكرا هذه 3 شهور كلشي كيدق كلشي كيدق كلشي وصلنا اننا حتى التليفونات ديالنا طفيناهم باش نشرح لكم هاد راه كنعيشوا واحد الحاله يرتلها فهمتوني هاد الناس كاملين اللي كتشوفهم ما حتى واحد ما عطينا راس الخيط حتى واحد ما كيقولناش كاين حتى واحد واش عادي تخلصوا واش ما عاد تخلصوش واش الشركه خدامه واش الشركه ما خداماش دونك هنا جينا هاد النهار باش نشوفوا المسؤولين يعطيونا شي حل يطمئنونا كاين حلول بديله كاع الا بغينا نقولوا ان يعني يسردونا يوجهونا لا سي ان اس اس بوتيتر يديرونا التعويض عن الشغل بالحق ما كاين حتى شي واحد هنا مع من تهضر اللي كتهضر معاه كيقول لك انا ماشي مسؤول سنا مولشي ما كاينش هنايا مولشي مسافر دونك حنا انا بحكم واحد الانسان عندي تجربه في البحر واحد التجربه اللي كنقول يمكن التاريخ يعيد نفسه حيت عشنا هاد التجربه في 2011 مع المأساة ديال كومانا وكوماريت وحنا عاوتاني كنعيشوا نفس المأساة كنتمناو من السلطات الوصية انها يعني توقف بجنبنا في هذه المأساة ديالنا يعني هما اللي يقدوا يضمنوا لنا هاد المصالح ديالنا لا احنا اول مره جينا هنايا غير باش نعرفهم حيت دابا طال هذا الشيء وسيرتو دابا علاش ان الناس كتطرح بزاف ديال الاسئله ان في شهر 11 حتى واحد ما ديكلارا في لا سي ان اس اس هذا السؤال هو اللي جينا نعرفوا هذا النهار واش حنا خدامين ولا ما خدامينش الشركه انتم كتشوفوا المقر الرئيسي ديالها مفتوح فهمتيني ولكن في نظرك انت واحد ما شد الصالير ديالو 3 موا 3 شهور واش خدام ولا ما خدامش هذا السؤال هما اللي جاوبونا عليه فهمتيني البواخر كامله واقفه نظرا عليها حجوزات لا في اسبانيا لا لا انت حدا المقر الرئيسي نتاع الشركه هو الباب مفتوح فهمتيني حنا طلعنا لقينا واحد السيد تما قال لك اودي انا ماشي مسؤول سناو حتى يجي لو باترون
فهمتيني فهمتيني قال لك استناو حتى يجي لو باترون. دونك الشركه باقا قايمه بداتها، الشركه ما مشاتش، الشركه ما مشاتش، شركه قايمه. حنا كننتظروا وكنعانيو فهمتيني، كنعانيو فهمتيني. الله يجعل ربي يدير شي نلقاو شي حل لهذه المأساة هذه. باش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا بالحق ديالنا داك 3 شهور، حنا 3 شهور دابا اللي خصكم تعرفوا 3 شهور خدمناها في لا بيريود دو بيك. فاش كنقولوا لا بيريود دو بيك يعني في الصيفيه 9 10 هذوك الشهور حنا مازالين ما مخلصينش فيهم. يعني اللي يعني بحكم عمليه مرحبه كتكون السيوله موجوده فهمتيني، كتكون السيوله موجوده. يعني هذيك الوقيته خصنا نتخلصوا فيها، حنا خدمنا هاد الشهور ديالنا خدمناهم خصنا نتخلصوا فيهم. ما يمكنش حنايا يعني ما يمكنش نبقاو دائما كنعانيو، ما يمكنش هاد الناس كاملين هكا يمشي رزقهم هباء منثورا فهمتيني. اللهم هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي اللي نقول. السلام عليكم، حنا دابا جينا للاداره باش نسمعوا على الله تكون شي خبر مفرحه. حق جينا للاداره المدير جالس الفوقي ما بحال غنقول لك شي حشره تحداه، يعني ما عطانا لا قيمه ولا والو، ما شاف شي حساب فينا. كيقولنا انا بدي غير جالس، انا بدي غير خدام، وحنا ما عملنا نهضروا، مجبرنا ما عملنا نهضروا. حتموا الشركه جماع قلوعوا ومشى في حاله، قال لك مشى لندن ولا اسبانيا ولا ما عرفنا شي فين مشى. ايوا وحنايا مع من غادي نهضروا؟ حنا عم ضايعين، يعني حنايا حتى شي واحد ما يحس بينا، ما عارفينش حنايا شكون غيخلصنا الكرا ولا المصاريف ولا بزاف د الحاجات عندنا، حتى شي واحد ما كيعطينا قيمه. حنا دابا اكثر من 3 شهور حنايا بلا خلاص، وكنجيو لهنايا كنبقاو غير واقفين، يعني ما عندك مع من تهضر. ايوا الامل ديالنا في الله ان شاء الله. دابا كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا، ما خصنا حتى شي حاجه من فوق الحق ديالنا. صافي تينا كتشوف حنايا ضايعين، ما عملوا معنا حتى شي حل، حنا خصنا يعملوا معنا غير شي حل، اولا يقول لنا استناو صبروا راه غتكون شي حاجه. كيقول لك صافي الشركه عملت فايت صافي، ملي كتهضر مع المدير كيقول لك مشي للمحكمه ولا مشي شوف عمل شي محامي، وحنا المحامي خصو يتخلص. يعني المحامي واش غتعملوا باطل مثلا؟ خصك تخلص المحامي تبقى طالع هو في المحكمه وشوف على الله واش تدي شي حاجه ولا لا. حنا كنطلبوا من المسؤولين يعملوا معنا شي حل، والامل ديالنا ان شاء الله في الله، هادشي اللي كاين. شكرا. اذا متابعي قناه شوف تيفي، كما سمعت معنا العمال ديال هاد الشركه ديال البواخر اللي 3 شهور ما تخلصوا، ماشي هاد 3 شهور الاخر، يعني 3 شهور شهر 9 وشهر 10، يعني الساعه ديال الخدمه يعني البواخر كاملين كانوا خدامين، وكاين الدخل ماشي ما كاينش، ولكن ما تخلصوش بصفه نهائيه. فاش جاونا الشركه يعني حد ما كيعطيهم الخبر، يعني اشنو وقع ولا شنو كاين. جاو لقاو المدير هنا كيقول لهم انا ما عارفش حتى يكون الباترون، الباترون ديالهم حتى هو ما كاينش. فلا حول ولا قوة الا بالله، من الله يحسن عوانهم. يعني كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده التزامات كريدي في البنكة. ونتمنوا من المسؤولين ديال الشركة هادو يشوفوا حل مع هاد الناس هادو، راه تقريبا اكثر من 500 اسرة اللي كتسمعش من هاد الشركة هادي. فنتمنى الله يكون خير، نتمنى المسؤولين يشوفوا حل مع هاد العمال هادو. متابعي قناة شوف تيفي، حاليا وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.